يا نسمة الصبح الآثير تكلمي، واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي، واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجدب، جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجدب، جودي بوحي عن نبي أعظم. بث الهدى فوق الحياة وعطري روض النجاح واقبلي لمعلمي. قولي له إن الملائكة حوله تضع الجناح لطالب ومعلم. قولي لهم إن الحديث كجنة، إن الحديث سقاؤه من زمزم. تنثال فيه سكينة من حولنا، وتحفنا رحمات رب منعم. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي، واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي، واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا فالقلوب أجدب، جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجدب، جودي بوحي عن نبي أعظم. في حلقات التحديث نقرأ قصة، أو نهتدي بخصال خير معلم. يا تاليات دونكم سنن الهدى، لا تنجرفن وراء داع المأثم. كونوا هدى للبرية إنكم مثل الصحابة حولنا كالأنجم. خذنا الحديث بقوة وبهمة كالصالحين على صراط أقوم. وانشرنا بين الناس سنة أحمد بالسمت والتطبيق ليس تكلمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم.